دكتور، هو الجلد ده متهيألي ان هو اكبر جهاز موجود في جسمنا كله. لا، هو لو اتكلمنا على الجلد هو يعتبر اكبر عضو موجود في الجسم كله، صحيح، مش اكبر جهاز. ده عضو، هو يعتبر اكتر من جهاز، اكبر اكتر من اكتر جهاز. من جهاز، لان هو لو اعتبرناه جهاز حماية هو موجود، جهاز مناعي هو موجود، وكمان جهاز تمثيل غذائي، لان برضو زي ما بنسمع زملاء في تخصص الباطنة وفي تخصصات تانية، اكبر نسبة تصنيع فيتامين د بتبقى موجودة عن طريق الجلد. فاحنا عندنا يعتبر الجلد اكبر من اكتر من نوع جهاز، واكبر عضو في الجسم، وهو يعتبر هو مراية الجسم بالنسبة لنا زي ما بنقول. صحيح، لأنه كتير من الأمراض اللي ممكن تبقى الداخلية الداخلية بتتشخص عن طريق الجلد. الجلد، أو بتبتدي تظهر أعراضها عن طريق الجلد. طيب دكتور، إيه علاقة الجلد بالمناعة؟ لأنه أنا دايما بشوف أنه كتير من الأمراض الجلدية والمشاكل الجلدية بتظهر لما بيحصل نوع من أنواع الخلل المناعة، المناعي. تمام. هو قبل ما اخش في النقطه دي، هو في بس اهم حاجه الناس لازم تعرف ان الجهاز المناعي ده مش جهاز محسوس او ملموس، صحيح، هو موجود على اكتر من ليفل في الجسم نفسه، وكل تخصص، كل تخصص في الطب عندنا ليه الجزء المناعي او الامراض المناعيه الخاصه بيه. طب ليه الجلد يعتبر هو اكتر الاعضاء او اكتر الاجزاء اللي في الجسم اللي بتدلنا على الامراض المناعيه؟ لان هو المستقبل الاول، اي حاجه ممكن تدخل للجسم بتدخل عن طريق الجلد او عن طريق الفتحات، سواء كان الانف او الفم او الاذن او العين حتى. فيبدا الجسم يتعرف على الاجسام الغريبه عن طريق الجلد نفسه. وزي ما هنقول في الحلقه النهارده، احنا عندنا في امراض مناعيه كتير بيكون مدخلها فقط الجلد. اشهرها طبعا على الاطلاق بالنسبه لنا هو مرض مثلا الزئبه الحمراء، ده مرض صحيح. التهابي مناعي. ده ممكن في بعض من 25 ل 30% من الحالات بتكون عباره عن زئبه جلديه فقط، زئبه حمراء جلديه فقط. وفي بعض الانواع الزئبه الحمراء الجلديه بعد كده ممكن تتحول لزئبه حمراء جهازيه، سواء كان بقى هتصيب الكلى او هتصيب اجهزه اخرى. فبالتالي المناعه فبالتالي ليها لا، علاقه احنا عندنا قويه. ارتباط وثيق جدا بين الجلد وجهاز المناعه. طيب ايه اكتر الامراض الجلديه المرتبطه بفصل الشتاء؟ بفصل الشتاء احنا خلاص يعني دلوقتي من اول شهر سنة في 11 الشتاء. احنا في الشتاء، شهر يناير، احنا بمناسبة راس السنة، كل سنة حضرتك طيبين. اكتر الامراض المنتشرة عندنا في مرض شهير جدا ممكن يصيب فئة عمرية كبيرة جدا، هو مرض الاكزيما الدهنية، ده بنشوفه اكتر في الشتاء. في امراض بتزيد حدتها في الشتاء زي الصدفية، موجودة طول السنة لكن ممكن تزيد اكتر مع الشتاء. في مرض بيبقى كمان له فترة فئات عمرية مختلفة، يعني يظهر في الاطفال بشكل، في الكبار بشكل مختلف خالص، هو الاكزيما التأتبيه، ممكن دي تفرق كتير عن الاكزيما الدهنيه. الاكزيما التأتبيه او بالاسم المصطلح الدارج بتاعها هي جفاف الجلد بينتج عنه اكزيما. بتظهر في الاطفال بشكل، بتكون في اماكن معينه على الوجه، الذراعين في اماكن مخصصه، بعد كده مع البلوغ ممكن تظهر في اماكن تانية خالص. طبعا موسم الشتاء مشهور قوي بجفاف الجلد، كلنا بلا استثناء 99% بنشتكي من جفاف الجلد في الشتاء. فما بالك بقى بالشخص اللي هو جينيا يعني مقدر له ان هو يحصل له جفاف بالجلد او مرض مرتبط بجفاف الجلد اللي هو الاكزيما التأتبية، فده بيعاني كثير جدا. في بعض الامراض الوراثيه اللي هي برضو زي مثلا السمك او قشر السمك، ده بيزيد مشاكله او المريض بيشتكي اكتر مع دخول فصل الشتاء، ودي سلسله كبيره جدا من الامراض مش مرض واحد. طيب حضرتك قلت اكتر من مرض هو يعني ظهوره شائع اكتر فصل الشتاء، هي نمسك مرض مرض او مشكله مشكله ونبتدي نتكلم عنها، نتكلم عن الاعراض، نتكلم على شكل المشكله دي بتعمل ايه في الجلد، نبتدي نتكلم على العلاج كمان الخاص بيها. فمش عارفه ابدا منين، ابدا مثلا هو احنا يمكن اللي انا حابب اتكلم فيه عشان برضو المعلومات للناس قليله عنه، هو الجديد، لان دايما لا تخصص العلاج الجلديه الجديد في العلاج، الجديد في العلاج والتشخيص. لا العلاج خلينا شويه يعني لا لا ما انا هقول شوية. لحضرتك الفكره ان في معلومات بتبقى خاطئه عند الناس او قليله لبعض الامراض الجلديه. دايما الامراض الجلديه مرتبطه، انا اروح دكتور الجلديه هيكتب لي يا مرهم كورتيزون او دواء في كورتيزون. فاشهرهم طبعا بالنسبه لنا هو مرض الصدفيه. ليه الصدفيه حبيت اتكلم فيها اكتر؟ لان هو مرض مزمن زيه زي الضغط والسكر، ودي اول معلومه لازم المريض يعرفها، ان انا جالي صدفيه انا هيتعايش معاه، لازم نفسيا يتقبل الموضوع ان هو عنده صدفيه ويتعايش معاه. طب هل الصدفيه نوع واحد ولا انواع كتيره؟ طب هل الصدفيه مؤشر لامراض تانية ولا اعراض تانية غير الجلد ممكن نصاب بيها؟ طبعا في حاجات كتير قوي هنتكلم عنها، في بقى ازاي نشخص بتظهر على شكل ايه. طب هل في حاجه الاحظها من اول ما تظهر الصدفيه عشان اقول الشخص ده
ألحقه قبل ما يكبر يدخل في مشكلة أكبر. طيب خلينا يا دكتور نبدأ بالتشخيص الأول. التشخيص معنى إيه؟ هي الصدفية دي إيه أصلا؟ أي يعني أصلاً؟ شكلها عامل إزاي على هي الجيل؟ زي ما قلنا في الأول مرض التهابي مناعي، لأن قصة الأمراض المناعية دي كبيرة برضو. في مرض مناعي مباشر كده دايركت اللي هو أجسام مضادة لأجسام غريبة، يعني الجسم غريب دخل الجسم بيقابله جسم مضاد. وفي مرض بياخد لفة في جهاز المناعة، يعني الجسم الغريب دخل يعني يتم التقاطه بحاجة اسمها أجسام كده ملتقطة في الأول، أنتيجين بيس أنتيكسل، تبدأ تاخده وتوديه لجهاز المناعة يتعرف عليه، بيتعامل معاملة خاصة، من ضمنها مرض الصدفية. الصدفية عبارة عن إيه؟ من اسمها هو صدف أو كشور، يعني المريض بيجي يشتكي دايما أنا عندي بقع حمراء الداير بتاعها أو الأطراف بتاعتها عبارة عن كشور، وكل ما اشيل قشره يبدا الاقي فيه قشره تانية تحتها. طب هل هي بس بتظهر على الجلد؟ لا، احنا عندنا ممكن المريض يجي يشتكي بمشاكل قبل يعني فروه الراس ممكن يشتكي من قشره، وهنا بقى بنقابل مشكله كبيره جدا. لو هو حد جاي يشتكي التحرف حضرتك بقى البنات او الاولاد، انا عندي قشره في شعري، يوم جاي رايح واخد شامبو للقشره ما تتحسنش، طب خد شامبو تاني، طب خد شامبو تالت. لا، الموضوع صدفيه بتحتاج علاج خاص جدا ومن نوع خاص. بس معلش هنا سؤال، هو مين اللي بيديه الشامبو ده؟ يعني بمعنى ايه؟ هو هيروح ياخده من نفسه؟ هو هيروح ياخده من نفسه، عنده قشر. هو عنده قشر فهيروح ياخده من نفسه، ولا الدكتور هو اللي هياخده؟ لا، هو في التشخيص. لا، مش الدكتور ياخده في التشخيص، وممكن الدكتور يحصل لخبطه في التشخيص. ده نتكلم على كذا محور بقى. اول محور خالص ان المريض راح للصيدليه، انا عندي قشره اللي هو الدارج، وبيسمع في التلفزيون علاج للقشره شامبوهات، فيبدا يشتري ما يتحسنش، يوم جاي رايح مغير الشامبو، بعد فتره طويله يروح للدكتور. لا، انا بقصد ايه يا دكتور، هل الدكتور ممكن يخطئ في تشخيص الصدفيه ويرجعها ان هو بيعاني مشكله تانية غير الصدفيه؟ ممكن بعض الاوقات بتكون نوع القشره لو كانت الصدفيه جايه كلاسيك بشكلها الكلاسيكي، القشور اللي من هنا وبعد كده قشور فروه الراس، سهل جدا للدكتور يشخصها. ساعات بتيجي بقشره زي نقدر نقول حبيبات الدقيق، خفيفه جدا، وساعات تيجي بقشره قريبه من الاكزيما الدهنيه بس بتكون جافه شويه مش زيها قوي. هنا بقى ممكن يحصل لخبطه، وساعات بتيجي ميكس، يعني ممكن يكون المريض عنده ساعات بنسميها تشخيص مشترك مزدوج بين الصدفيه والاكزيما الدهنيه. هنا بقى الدكتور لازم يلجا للوسائل المساعده في التشخيص، من ضمنها جهاز الدرموسكوب، ومن ضمنها والافضل طبعا ان احنا بناخد عينه من الجلد، ده بتشخص تشخيص نهائي بالنسبه لنا وتقول ان دي صدفيه 100%. باخد عينه وبتتحلل في المعمل؟ لا، بيكون اللي بيشوفها هنا دكتور درماتوباثولوجي او اخصائي انسجه الجلد. يعني بنكون احنا دايما دكاتره الجلد. تخصص تاني؟ تخصص جلديه برضه. جلديه بس يعني تخصص جوه التخصص. ده بنسميها بقى سب سبيشاليتي، تخصص داخل التخصص. طيب دكتور، في ناس بتعاني من الصدفيه بيحصل لها انه الجلد يبتدي يتشقق وينزل منه دم. لا، هنا بقى هنفرق بقى في الموضوع شويه، دي ما بتبقاش شكوى رئيسيه. احنا هنا هنخش في انواع ثانيه من الصدفيه. ولا دي ليها تشخيص تاني. لو هو الشخص بيشتكي من تشققات في الجلد وبيهرش فيها، ممكن ما يهرش او ممكن لحد تجيب دم، دي في معظم الاحوال ليست صدفيه، لكن في بعض انواع الصدفيه ممكن تيجي عن طريق تشققات في اليدين والقدمين. ودي نوع مختلف خالص من الصدفيه، بس دايما بيكون التشققات بتاعتها مختلفه عن حضرتك بتذكريها، ما بنلاقيش فيها دم بيخرج منها. ممكن تكون تشققات عميقه وجافه، لكن بيخرج منها دم دي والست، دي غالبا مع والست ما تبقاش قادره تعصر مثلا ليمون، تقطع دي بقى هنا بقى نتيجه دي اكتر مثلا. دي اكتر مع جفاف الجلد، دي مع جفاف اكتر الجلد. مع جفاف الجلد، وتظهر برضو في ايه، في موسم الشتاء اكتر. ودايما مع السيدات اللي هم بيتعاملوا مع المواد بتاعت البيت، المساحيق، الحاجات دي كلها بتبدا تفرق معاها جدا. حتى لو ما تعملوش، بس هي دايما تحس ان حتى لو غسلت وشها، غسلت ايديها، تبدا تفتح، ايديها تتفتح وينزل. ده في نوع من الامراض الجلديه على فكره بيجي في الشتاء بس نتيجه جفاف في الاطراف هنا، ويحصل معاه التشققات دي، ده مرض لوحده خالص. الناس دي بقى لازم يعني تستخدم المرطبات بطريقه يعني اكتر بكتير. انا دايما بنصح المرطب ده، يعني بقول فروم داي زيرو، يعني لسه الطفل مولود مامته تبدا تهتم بترتيبه. طيب دكتور، انواع المرطبات اللي في الماركت كتير قوي ومختلفه جدا، وفي منها الطبي وفي منها التجاري، واحنا بصراحه ما بنبقاش عارفين. اولا في منتجات غالية جدا جدا جدا، وفي منتجات أسعارها معقولة، وفي منتجات رخيصة. تمام. وأنا عشان أرطب جلدي، عشان إحنا دلوقتي بنكلم كل الناس،
والناس مستنيه برضو تسمع ان احنا نقول لها حاجات ممكن تكون مش غاليه وفي نفس الوقت تديها الترطيب الخاص بيها في فصل الشتاء. هو انا ممكن ارطب جلدي بزيوت طبيعيه من البيت؟ سهل جدا. يعني اولا الترطيب الاساسي بيبدا من الداخل مش من الخارج. بمعنى يعني إيه؟ التغذيه السليمه في الاول هي اللي بتدي للجسم تغذيته الداخليه. بمعنى ان الجسم لو محتاج تغذيه مش هيديها للجلد. الجسم بيعتبر الجلد بالنسبه آخر له حاجة. آخر الجلد آخر والشعر عضل. والاظافر اسمها ملحقات او اضافات. فالجسم بيعتبرها ايه؟ ملحق. يعني مش حاجه اساسيه بالنسبه له، دي حاجه ثانويه. فلو محتاج غذاء بياخده للاهم، بياخده للاعضاء الداخليه، العين، القلب، القلب، الحاجات المهمه، المخ. فهنا التغذيه بتدخل لجوه. اول ما يبدا عنده زياده في التغذيه يبدا يعمل احتياطي، يبدا يروح لمين؟ طب ده مسكين قوي الجلد ده يا دكتور. طبعاً اخر حاجه، اخر حاجه، اول حاجه تتاثر واخر حاجه تتحسن. تمام. فهنا لا، ببدا رقم واحد من التغذيه السليمه. والتغذيه السليمه في عرفنا او بالنسبه لنا احنا في الطب تبدا من اثناء الحمل مش من بعد الولاده. تمام. يعني لازم الام ذات نفسها يكون معاها تغذيه سليمه اثناء الحمل. ده حتى كمان في تخصص الاسنان، الطفل اللي يشتكي من اسنانه بتتكسر يقول لك ان مامته كانت بت ايه في اثناء الحمل فيها مشكله. طيب التغذيه وقدرنا نهتم بيها، الخضروات، الفاكهه، اللحوم، الاسماك من الحاجات المهمه جدا بالنسبه لايه؟ للجلد. نيجي بقى في البيت، احنا عندنا زيوت طبيعيه من اهمها طبعا زيت الزيتون، من الحاجات المهمه جدا اللي بتساعد على تلطيف وترطيب الجسم. زيت الخروع يمكن ده من الاشياء الطبيعيه او الزيوت الطبيعيه اللي مفعولها رهيب جدا في الترطيب، مش للجلد بس، للشعر كمان. كمان حتى لو قرينا في الفلكلور الشعبي زيت الخروع كان بيستخدم للحواجب والرموش. فالمنتجات دي موجوده حوالينا، نقدر نجيب حاجات خام، زيت خروع، زيت زيتون، ده نقدر نستخدمه. الحاجات الاساسيه اللي كنا بنستخدمها زمان ونسيناها الفازلين والجليسرين. تمام. صحيح. بس هو في نقطه صغيره بالنسبه للجليسرين، ناس تستخدمه تقول لك اصل انا باجي احطه ايدي بتحرقني. لا، ما تحطش الجليسرين على الجلد جاف، طبقه ميه خفيفه يبقى الجلد مندي، ودايما المرطبات ندي الجلد وبعدين حط المرطب فوقيها، بيتفرد احسن بكتير. ما هيعمل، هيشتغل وبيمتص افضل بكتير جدا. هيحبس الميه، هيحبس الميه. ما هو بيشتغل هنا بطريقتين، لان المرطبات فيها انواع كتير وكل واحد بيشتغل بطريقه مختلفه. في واحد هيشد ميه من جوه، في واحد هيحبس ميه. فاللي هيحبس ميه ده هيجيبها منين؟ لازم يكون الجلد في الاول مندي واقدر احط المرطب فوقيه. ده بالنسبه للترطيب. يبقى هنا قلنا الحاجات العاديه اللي موجوده في البيت عندنا، حاجات برضو البسيطه والرخيصه، اي حاجه فيها بنسينول بتستخدم كويس جدا في الترطيب. حاجه فيها اكسيد زنك تعتبر من الحاجات اللي واقي شمس وترطب معانا الجلد برضو كده. قلنا حاجات، منتجات رخيصه جدا ومتوفره حوالينا وما هيش مكلفه وفي نفس الوقت بتدي نتيجه ممتازه. مهم جدا كنا نتكلم الكلام ده، لانه الناس هتقول لنا طيب احنا هنرطب عايزين نحل المشكله، مش هنشتري حاجات غاليه جدا، مش عايزين نعرض المشكله ونسيب الحل. تمام. طيب يعني هم ما عندهمش دلوقتي اي مانع ان هم او حجه ان هم ما يرطبوش جلدهم؟ تمام. بعد كده لو الموضوع ما تحسنش الدكتور بقى بيحدد لو في مشكله يعني طبيه مختصه بالجلد، زي ما قلنا الامراض اللي احنا قلناها. لا انا صدفيه عندي ساعات بتحتاج حاجات معينه، الاكزيما التأتوبيه بتحتاج حاجات مختلفه، الجفاف الجلد بيحتاج ممكن حاجات ابسط، وكل بشره ولها اللي يناسبها. ما هو الوجه غير الجسم، كل حاجه ممكن يحتاج. ساعات احتاج لوسيون، ساعات احتاج كريم، ساعات احتاج كريم ملكي شويه، ساعات احتاج كريم اتقل شويه. فده هنا بقى بيختلف لو عندي مشاكل مرضيه فعلا وما استجابتش للحاجات اللي انا متعود عليها، او انا متعود عليها وزادت بعد كده، فهنا لا الدكتور هيتدخل بالانواع المناسبه. طيب هل الصدفية من الحاجات أو المشاكل الجلدية المرتبطة بشكل أكبر أو أعلى بالسيدات؟ لا، هو النسبة ما فيش فرق بين السيدات والرجال عموما في الموضوع ده، لكن ساعات أكتر السيدات هما اللي يشتكوا عشان الشكل، لأن دايما الشكل مش ظريف، خصوصا لما تيجي صدفية ممكن على خط الشعر. ساعات من الحاجات برضو الانواع اللي صعبه قوي في التعامل، صدفيه الشعر من الانواع الصعبه في التعامل، ساعات بتيجي في الرموش والجفن ذات نفسه. وصدفيه جلد العين من الانواع الصعبه برضو في التعامل، صدفيه الاظافر. صدفيه الاظافر من الانواع الصعبه جدا واللي شكلها مش لطيف خالص، خصوصا مع البنات والسيدات. ودايما بنشوفها اكتر في السن الصغير، ودي مؤشر. يعني هنخش بقى في نقطة الأهم، ساعات بتبقى مؤشر لحاجات خطيرة بعد كده. زي يعني أنا لما بيجي لي طفل أو طفلة عنده صدفية أظافر بشكل معين، هيبقى لها أولا شكل معين، وساعات بتحتاج يعني في أحوال قليلة إن أنا آخد عينة من الطفل نفسه عشان أقدر أأكد التشخيص، لكن ده مؤشر بعد كده إن ممكن الطفل أو البنت أو الولد اللي جاي لي يشتكي من صدفية مفصلية بعد كده.
وده يعتبر مفصلية. وصدفية المفاصل تعتبر يعني من الحاجات الأنواع الخطيرة جدا. لا مش نقدرش نقول ان هي، لان هي بتتشابه اكلينيكيا وعرضيا ساعات مع الروماتويد المفصلي بالظبط، وساعات الطفل يشتكي ممكن الام ما تاخدش بالها من تغيرات الاظافر، البنت او الولد يقول لمامته ايديا بقوم من النوم الصبح مش قادر افردها او مش قادر اكتب، فتفتكر ان هو ايه بيتدلع، مش عايز يروح المدرسه، مش عايز يحل الواجب، فتبدا منها تطنش مره واثنين وثلاثه. طب اشتكى اكتر تبدا تروح لدكتور الروماتيزم والمفاصل او دكتور عظام، فيبدا هنا الاعراض ممكن تتشابه اكلينيكيا، ممكن تتشابه في الاشعه التشخيصيه. يعني ممكن الدكتور يعمل اشعه يلاقي تشابه الى حد كبير جدا مع الروماتويد المفصلي. كمان سيرولوجيا يعني في المعمل ممكن نعمل اللي هو معامل الروماتويد يطلع ايجابي، لكن الروماتويد المفصلي له تحاليل تانية خاصه قوي بتكون اغلى شويتين. ده اللي بتاكد ان هو روماتيزم مش صدفيه. يعني هنا كمان يا دكتور هيبقى فيه صعوبه في التشخيص. صعوبه في التشخيص جدا، صدفيه الاظافر دي من الحاجات الصعبه قوي في التشخيص وفي العلاج. طيب بس العلاج يعني قبل بس ما نسيب النقطه دي، طب اصل الناس هتسالنا صدفيه المفاصل. لا صدفيه المفاصل دي هي حاجه واحده يعني مفاصل معينه؟ لا، صدفيه المفاصل انواع كتير، اشهرها ممكن تيجي في مفاصل الاصابع ودي دايما بتيجي في السن الصغير. طب لما نكبر هنشتكي من ايه؟ من صدفيه الايه، الفقرات العجوزيه والعصعصيه. هنا بقى الشخص ما بيبقاش قادر على، ما عندوش المقدره على الوقوف، يعني يجي يقعد ما يقدرش يقف، ما يقدرش يتني ظهره او يفرد ظهره، بتعوق عن الحركه تماما. لان هي بتحصل في المفصل نفسه؟ في لا، بتاخد بقى اكتر من جزء جوه المفصل، بقى السائل الزلالي مع المنطقه اللي حوالين المفصل، يعني اشد من الروماتويد المفصلي نفسه. طب حضرتك هنا بتقترح بقى انه التشخيص المبكر هو اللي جدا ما ده اللي انا بقى ايه عايزين نوصله في العلاج هنا. صدفيه المفاصل ما ينفعش هنا بقى طفل جاي لي ببقع او بقعتين صدفيه، وهنا ده اللي احنا بنقوله في العلاج البيولوجي. دكتور اصل انا عندي بقع واتنين، حضرتك كاتب لي علاج جهازي ليه؟ حضرتك كاتب لي حقن او حبوب ليه؟ حضرتك وصفت لي علاج غالي جدا ليه؟ ده انا مش بشتكي من غير شريتين ثلاثه وحاجات في الاظافر. لا حضرتك، ما هو انت عندك مؤشر لحاجه اكبر بعد كده، فانا عايز امنعها. لان احنا عندنا دلوقتي التغيير او الجلوبال العالمي اتغير بالنسبه للصدفيه، هي ليست مرض جلدي. في ناس بتموافقه على التعريف الثاني هنا، هي مرض جهازي فروم ذا ستارت، يعني فروم يعني من اول يوم هي مرض جهازي هيصيب الجسم. احنا اتكلمنا بس على المفاصل. احنا عندنا ممكن نقول ان هي مشاكل في القلب، ممكن نقول الشخص ده كل فتره يعمل تحليل سكر، الدهون بعد كده، لان هي مرتبطه بحاجه اسمها الميتابوليك سندروم او متلازمه الايض الغذائي، دي حاجه كبيره جدا، الناس اللي عندهم زياده في الوزن، كل ده مع الصدفيه. فهنا احنا بنتدخل بدري. ده دكتور ده مجرد وجع بسيط، ده مسكن بيضيعه. لا، هنا بقى التدخل بالايه، بالادويه الجهازيه. عندنا اكتر من ليفل في العلاج، وانا بفضل دايما ان انا اتدخل بالعلاج البيولوجي فروم ذا ستارت، يعني ابدا من الاول بالعلاج البيولوجي. طب ليه العلاج البيولوجي؟ يعني حضرتك تساليني ليه بتفضل العلاج البيولوجي من الاول مع انه ممكن يكون مكلف شويه؟ لو حسبناها بحسبه بسيطه هو مكلف على المدى القصير، لكن على المدى البعيد هو مش مكلف خالص، لانه هيخلينا نتلافى او نتفادى مشاكل تانية، مشاكل تانية اكبر. مش عايز اقول لحضرتك بالمسمى يعني عشان الناس ما تزعلش من المصطلح، بتمنع اعاقه عند بعض الناس، لان احنا بيجي لنا حالات بتكون وصلت لدرجه الاعاقه ان هو مش قادر يتحرك او يقوم مكانه. فهنا لا، انا اتدخل من الاول. العلاج البيولوجي ده علاج موجه. طيب يعني احنا عمالين نقول بس العلاج البيولوجي، العلاج البيولوجي ما نعرفش يعني كلمه مخيفه شويه، فخلينا نشرح دلوقتي للناس، لانه اكيد في ناس كتير مش هتبقى عارفه المصطلح ده بيعني ايه. المصطلح بسيط قوي. العلاج البيولوجي قبل ما اقوله، يعني زي ما قلت كلمه في الاول، الناس بيجي ذهنها امراض جلديه الدكتور هيكتب لي كورتيزون. ده انا مش هروح له عشان تقول كده يا دكتور، اصل انا كنت خايف اروح لدكتور جلديه عشان يكتب لي كورتيزون. يعني انا كنت عامل محاضره من فتره قريبه، It's time to take off steroid، يعني انا بطل كورتيزونات خالص بالنسبه لدكتور الجلديه. يعني الحلقه دي ممكن يتفرج عليها الدكتور والمريض في نفس الوقت. يعني انا فعلا الوقت ده مناسب ان انا بطل الكورتيزون، لان الكورتيزون حلو عندنا في امراض مناعيه كتير، لكن على المدى البعيد مشاكله كتير جدا طبعا. فده مش معناه ان انا هسيب الكورتيزون، لا، انا بحتاجه في اوقات وعلاج مهم جدا واساسي وفعال. لكن طالما انا عندي سلاح بديل وافضل ونتائج فعاله
وهنقول اعراض جانبيه طالما يعني اهتميت بالدواء وعرفت هو بيعمل ايه او عرفت هتجنب مشاكله ازاي، لا يبقى انا هلجا للحل الثاني. العلاج البيولوجي هو علاج موجه، بمعنى ان احنا بندور في سلسله حدوث المرض بنوصل لفين الكي او المفتاح اللي بيعمل المشكله وهوصل لها عشان اقفله. مفتاح اللعب بمعنى اصح، محمد صلاح هو جايب حد هيمسك محمد صلاح. طرق اللعب زمان كانت تكتيكيا ان احنا واحد يمسك واحد في الملعب، الدنيا اتغيرت اتطورت، بقى اللعب دلوقتي اقفل مفاتيح اللعب. فانا دلوقتي في الامراض بدور على حاجه اللي بتقفل مفتاح المرض نفسه، وهنا بقى على اكتر من سلسله واكتر من ليفل. يعني الصدفيه نفسها عندنا فيها انواع، وهي لها باك جراوند وراثي، يعني مشكله في الجينات، فعلى حسب الاختلاف ممكن المريض يبقى عنده اكتر من حاجه. طبعا مش هدوش الناس بكلام علمي بحت، لكن احنا بنقول بنخش عند حته معينه بدل ما اقفل الباب من فوق خالص، لا انا بقفل الشباك اللي جاي منه المشكله او الفتحه الصغيره اللي جاي منها المشكله. هي الصدفيه ليها علاقه، ظهورها ليها علاقه بالوراثه في باك جراوند وراثي، يعني مش متاخد من الاب والام، لا هي مشكله في الجينات، حصل خلل في جين معين في جزء معين من الجين ده ادى الى ظهور المرض. الجينز ولكن مالهاش علاقه بالوراثه، يعني ممكن بالضروره طبعا. ان انا مثلا والدتي كانت، لا احتمال كبير كانت مريضه الصدفيه تظهر عندي. لا طبعا في عامل وراثه، يعني في عامل وراثي وفي عامل جيني في خلل. انا بس بفسر بفرق بين النقطتين، ممكن هو كده كده فيها خلل جيني عند اللي ظهر له بدون وجود الاب والام. لكن لو الاب والام عندهم صدفيه او لو واحد فيهم نسبه حدوث الصدفيه اعلى. وهنا طبعا احنا بنسال، لان ساعات الدكتور من ضمن خطوات التشخيص التاريخ المرضي. الاب والام في حد عنده صدفيه؟ لا الضوافر دي خلاص صدفيه بالنسبه لي، مش هتعب الطفل اللي عندي ان انا اخد عينه هي حاجه مؤلمه شويه. فهنا بس عشان ايه الناس تبقى فاهمه الفرق بين مرض لو يعني انا ممكن اشخص الصدفيه بس عن طريق ممكن بالتاريخ المرضي عند الاظافر. طيب انا ببص على الضوافر، طيب ما هي ممكن الضوافر دي ما تبقاش باين فيها صدفيه في الاول. لا ممكن، احنا بص حضرتك المريض جالي اشتكى لي من بقعه وعليها قش. تقصد ان الصدفيه هي اخطر صدفيه الاظافر دي من الانواع الصعبه في التشخيص ومن اخطر الانواع في بعض الاحيان وصعب التشخيص. يعني ممكن تكون المقدمه للصدفيه. هي لو ظهرت في الضوافر في الاول يبقى دي مؤشر بعد كده. لكن المريض لو ممكن تحصل في اماكن تانية أخر. في اماكن تانية وساعات المريض بيجي لي بصدفيه، يعني حاجات على الجلد انا باكد تشخيصي بوجود الاظافر. لكن صدفيه الشعر طيب بس هي ممكن ما تظهرش على الاظافر. لا مش شرط، ده مش ده نسبه من بعض انواع الصدفيه بيكون فيها تاثير للاظافر، لكن مش كل الناس يعني لازم هيكون بالتبعيه عندهم صدفيه اظافر. طيب هل هي درجات، بمعنى ان انا ممكن تجي لي وما تعرضش لكل اللي حياتك بتقوله ده دلوقتي؟ لا طبعا في واحد ممكن حد تاني تجيله وتيجي عنيفه جدا. ما هو ده بقى ده اللي حياتك شرحته، ده الخلل الجيني. هنا بقى انا واخد انهي جزء وانهي يعني اي منطقه هي اللي اتاثرت بالظبط، يعني انا اخدت الجزء بتاع الجلد واجازه ثانيه ولا الجلد فقط ولا جزء من جزء من جزء من الجلد. في واحد ممكن بيجي لي مريض بيشتكي من حاجه ثانيه جلديه خالص وانا بفحصه مثلا في الدار في الباك عنده هو مش شايفه فبلاقي بعد صدفيه وانا عارف ان هي اولد، يعني بقى لها مثلا 20 25 سنه وهو ما اشتكاش منها ولا حد شافها ومش ملاحظها ما بلفتش نظره ليها. خلاص دي خلل ممكن بقى. بساله من بعيد لبعيد على اعراض مثلا مفاصل ما عندوش ما بلفتش نظره، لان هو نفسيا لو عرف ممكن تزيد، وده عامل مهم في الصدفيه العامل النفسي. طيب انا هقف عند العامل النفسي ده عشان ده سؤال انا عاوز اساله من اول الحلقه. تمام. هو ليه الامراض الجلديه او معظم الامراض الجلديه او نسبه كبيره جدا من الامراض الجلديه بتجيلنا او بتنشط عندنا عن طريق العامل نتيجه النفسي. العامل النفسي طبعا، يعني انا ازعل انا اتضايق انا اتعصب فعلى طول يبدا يظهر لي مشاكل جلديه. زي مثلا عندنا الثعلبه. صحيح. البهاء. كمان عندنا الارتكاريا. كان الثعلبه دي جت لي وانا في المدرسه، اول ما دخلت المدرسه على طول جت لي ثعلبه. الضغط النفسي. حقيقي. طب ليه؟ لا انا كان في مدرسه هو السؤال ليه كانت حقيقي دايما بتعمل معايا بعنف فانا جات لي الثعلبه وقتها. فعشان كده يعني من وقت مبكر جدا انا رابطه ما بين المشاكل الجلديه وما بين الامراض النفسيه. لا طب ببساطه خالص عشان ما نعقدش الامور، منشا الجلد امبريولوجيكالي اثناء تكوين الجنين مع العين مع الجهاز العصبي مع بعض الاعضاء الاخرى زي الاذن و والمخ كمان بيطلعوا من مكان واحد، حاجه اسمها الاكتوديرم، فبيطلع لنا جزء كبير من الاعضاء دي. عشان كده احنا عندنا في متلازمات مرضيه بنلاقي فيها الجلد مع العين مع الاذن مع المخ.
تمام؟ مع المخ. مع المخ، يعني احنا عندنا بعض امراض الجلديه مرتبطه بامراض المخ زي اشهر الصرع مثلا، تمام؟ يعني مريض يجي لي بحاجه جلديه اروح اعمل رنين على المخ عشان تطمن. شفت بقى احنا هنكبر كده في المواضيع. لا ده الكلام ده مهم. وانا عملت حلقات جلديه كتير جدا، اول مره اسمع الربط ده. ما هو الفكره هنا انا مش جاي النهارده عشان اتكلم الامراض الجلديه الشائعه، انا مش خلاص الناس قتل بحثا عن الكلام عن تساقط الشعر وحب الشباب والتجميل، لكن يهمنا قوي ان الناس تعرف الحاجات او الجانب المظلم لامراض الجلديه. سوري ان انا بقول كده، يعني الجانب المظلم، الناس اللي بتخاف او الدكاتره اللي بيخافوا يخبطوا على الباب ده عشان يقول لك اصل المريض مش هيجي لي بقى لو سمع ان انا بخوفه. لا، انا بيجي لي لسه قريب جدا، يعني حد من الاقارب بنته لسه مولوده، فبيوريها لي انه عارف انه عنده باك جراوند وراثي هنا بقى. فلما شفت البنت قلت له لا اعمل رنين بسرعه، وطلع ان كمان المخ هنا متاثر، فهنا طبعا لازم نلحق الموضوع بدري. بس ايه المشاكل الجلديه اللي ممكن تظهر تدينا ايحاء او تدينا يعني كده هنت ان المخ فيه مشكله؟ هو ما انا بقول لحضرتك، لا ده متلازمات مرضيه، اسمها متلازمه مرضيه. يعني ايه؟ بتكون مش عرض واحد، يعني الجلد ممكن نلاقي عنده بقع بني منتشره في الجسم، ما بنسميها او مش اورام بالمعنى اللي هو مخيف، لكن تكتلات جلديه او اورام جلديه بتظهر على الجسم كله. ده مرض اسمه نيوروفايبروماتوزيس، بيكون معاه اعراض كمان في العين، وفي لا قدر الله ممكن يصيب المخ، وكمان ممكن يظهر منه كتل جلديه او اورام جلديه بتاثر على الاعصاب، ودي لها باك جراوند لانها ممكن تتحول بعد كده لا قدر الله سرطانات جلديه. الحاجه الثانيه، في مرض اسمه تيبرو سكليروزيس، ده لسه عندي مريض قريب واشتكى لي برضه ان بنته فعندها، هو المريض يعني واحنا بنعمل له جلسات عشان نعالج الجزء الجلدي بحاجه بسيطه قوي، بنخاف لا يخش منه في ايه؟ في اتاك او نوبه من نوبات الصرع اللي بتجيله، لان المرض مرتبط بمشاكل على المخ، وكمان لا قدر مشاكل فين؟ في الكلى. تمام؟ ده بالنسبه للايه؟ للامراض الجلديه، الحاجات اللي معاه. قلنا صدفيه والمفاصل، احنا ممكن كمان البهاء نفسه. بعض انواع البهاء بقى، مش هنقول بهاء هنا، مريض يشتكي من بقع بيضة موجودة ممكن تيجي في مقدمة الرأس هنا، لا خلي بال حضرتك ان انت ممكن يكون عندك حاجات تانية. عندي طفل برضو كان لسه جالب، وده كانت متلازمة مرضية نادرة جدا، نسبة حوالي 6 مشخصين على مستوى العالم. ده كان سليم قوي، وبعد فترة بدأ شعره يقع كله، وبعد كده نظر يضعف واحدة، وبعد كده النظرة التانية، العين التانية، كمان الأذن ممكن تتأثر. بص حضرتك، الجلديه زي ما احنا قلنا في الاول هي المدخل لكل حاجه. يعني دكتور الجلديه اللي هو ملم بالامراض الباطنيه ولازم يكون عنده باك جراوند او مذاكر الامراض الجلديه كويس قوي، يقدر يوجه المريض صح من اول يوم. ممكن مجرد بقعه او جرح صغير على الجلد اشخص بيه سرطانات جلديه او ثنويات سرطانات. واشهرها طبعا بالنسبه لنا احنا اللي بيجي لنا السرطان الثدي. يعني ممكن الشكوى الاوليه ان هي السيده اشتكت بس يعني ايه تقرحات على الجلد بس بتظهر. ناخد عينه. ممكن تظهر التقرحات دي في ايه؟ اشهر الاماكن الموجوده ثدي بيظهر فيها التقرحات؟ لا، في حاله انا ما انساهاش خالص، عشان بس نلفت نظر السيده. انا دي ما انساهاش خالص، دي كانت حاله مجرد حد، ودي برضو عشان تنويه للناس ان الصور يعني لا تصح للتشخيص. يعني كان صديق بعت لي صوره قرحه، جرح بسيط مش تحت الثدي بقى، ده اخر منطقه الصدر مع اول البطن. اسفل الثدي، مش في الثدي نفسه. اسفل الثدي؟ فقلت له يعني مش في الثدي نفسه، على البطن مع الصدر. القرحه دي، فقلت له لا الشكل ده غير مريح، احنا لازم نشوفها. اول سؤال سالته له على طول، بتشتكي من حاجه في الثدي؟ كنت بشتكي وعملت اشعه على ثدي وما طلعش حاجه. اخذت العينه من الجلد، للاسف طلعت ثنويات من سرطان ثدي. خبر. بالفحص الدقيق بقى، بالفحص الدقيق ان واضح ان الاشعه العاديه الثانويات دي ظهرت على الثانويات، يعني السرطان ظهر في الثدي وبعدين ظهر على الجلد، وبعت الغدد او الاوعيه الليمفاويه وبعد او الدمويه وبعد كده بعت للجلد. تخيلي بقى، شوف كل ده عدى عليها وهي ما اشتكتش من حاجه تقريبا. بالفحص الدقيق بقى اتعمل سونار وحاجات تانية، طلع ان نوع السرطان ده من الانواع العنيفه قوي اللي بينتشر بسرعه جدا، وان هنا الاشعه العاديه، ودي كنت انا السبب حتى في تغيير بروتوكول لبعض المستشفيات، ان المريضه لو جايه تشتكي او جايه تعمل حاجه اسمها اسي بس عادي سكرين بتطمن مش اكتر، لا لازم الدكتور يشوفها عشان هو يطمن اكتر. لان هي كانت جايه سليمه جدا، ما عندهاش اي مشكله في الثدي، واخدنا عينه وطلعت المشكله كبيره جدا.
فهنا زي ما بنقول دايما الحاجة في أو في الأول بتبقى دايما اكتشافها أسهل وعلاجها أسهل بعد كده. طيب احنا يا دكتور نرجع هنرجع مرة نرجع بقى للعلاج البيولوجي. زي ما قلت ناس كتير قوي ما تعرفش ايه هو العلاج البيولوجي، وبيستخدم كمان لعلاج امراض ايه؟ ايه الامراض اللي ممكن يعالجها؟ لا احنا عندنا لسته طويله واللسته كل يوم بتكبر الحمد لله للامراض اللي بتعالج عن طريق العلاج البيولوجي. قلنا اول حاجه عندنا ان هو مفتاح، انا بقفل المفتاح بتاع الحدوث المرض نفسه، يعني ازاي بيحصل. طب ايه الامراض؟ احنا عندنا لسته طويله. اول حاجه عندنا صدفيه، من اشهر الامراض الجلديه اللي بتعالج بالصدفيه، سوري بتعالج بالعلاج البيولوجي. عندنا الحاجه اسمها الهيدرادينايت سابرتيفا، او احنا نقدر نسميها بالمصطلح البديل ناسور الجلد. الناس كلها عارفه الناسور العصعصي. طب ايه ناسور الجلد ده؟ المريض بيشتكي دايما من حبوب او دمامل او خراريج بتظهر تحت الابط، تحت الثدي، في ممكن بين الفخذين، وممكن على البطن والجسم، متكررة الظهور، غير مستجيبة للعلاج العادي ولا مضادات الحيوية. دي من الأنواع اللي بتسيب تشوهات جلدية صعبة جدا، وبتحصل أكتر على فكرة مع السيدات، فبتحتاج عندنا تدخل بالعلاج البيولوجي في بعض الأحيان. ده إلى جانب الصدفية. عندنا طبعا الصدفية بأنواعها، الصدفية المفصلية، النواسير الجلدية. عندنا بعد كده البهاء، ودي كانت تمثل طفرة بالنسبة لنا. البهاء ظهر ليه دلوقتي علاج نقدر نقول عليه بيولوجي، هو علاج فارماكولوجي، حاجة اسمها جاك انهيبيتورز، لكن هو عن طريق الفم. ده بيستخدم في علاج البهاء، ونفس المجموعة أو العيلة دي برضو بتستخدم في علاج الثعلبة. والاثنين من أصعب الأمراض المناعية اللي احنا بنقابلها، خصوصا في الأطفال. صحيح. الثعلبة والبهاء. ولسه البهاء جاي دوره بعد كده في الحاجات الجديدة الأبديت بالنسبة لي. لا، ده أنا عايز أتكلم على البهاء كتير قوي الحقيقة. ما أنا هقول لك، هو البهاء في جزئيتين ظهروا جديد بالنسبة لنا. جزئية منهم مهمة، هو العلاج البيولوجي أو عن طريق الفم زي ما احنا قلنا الجاك، وفي حاجات موضعيه ظهرت جديده، يعني علاج موضعي بيولوجي كان لسه عامل طفره، وفي شركه مصريه حتى ادت بديل بسعر مناسب جدا، لان الاجنبي منه غالي قوي. لكن لازم ننوه للناس ان العلاج الموضعي الجديد مش مناسب لكل الحالات، هو بنحتاجه على افق ضيق جدا، يعني ضيق قوي، مش في كل الحالات بينفع معانا، لازم مساحات قليله، ولازم بشكل معين عشان يستجيب معانا. يعني لازم المكان اللي ظاهر فيه المشكله ما يبقاش كبير. ما يبقاش كبير، لان انا بستخدم علاج موضعي ومكلف جدا، مش رخيص برضه، ومش هيدي نتيجه مع كل الحالات. ده بالنسبه للعلاج الموضعي. لكن عن طريق الفم، هي مشكلته الوحيده في التكلفه ولا ليه مشاكل ثانيه؟ لا، مش حته انه ليه مشاكل ثانيه، هو مش هيدي نتيجه مع كل الحالات. ده بالنسبه للعلاج الموضعي. لكن الافضل طبعا لو في نشاط للمرض نفسه، احنا عندنا الجاك في منه عن طريق الفم، لو مساحه كبيره في الجسم ده ممكن استخدم فيه العلاج البيولوجي عن طريق الفم. ده بالنسبه للبهاء، هو في مرحله النشاط. طب مرحله الثبات، يعني ايه مرحله الثبات؟ يعني انا خلاص قعدت فتره طويله اكتر من 6 شهور ما بيزيدش عند المرض، ثابت لشكل معين، ديستريبيوشن معين، واقف، مفيش جديد بيزيد ولا بتحسن. هنا بقى ممكن نتدخل البهاء عن طريق حاجات تانية خالص، اللي هي مين؟ عندنا التدخل الجراحي. التدخل الجراحي في البهاء يعتبر طفره بالنسبه لنا خالص في علاج البهاء. طب ايه من اشهر الحاجات اللي احنا بنستخدمها للبهاء في التدخل الجراحي؟ عندنا اكتر من حاجه. ممكن حاجه اسمها الجراحه البنش، يعني انا بجيب الات صغيره كده، اخد جرافتس من الجلد السليم، انقله الجلد المصاب بالبهاء، فيبني جلد جديد بقى. يعني بنقل الخلايا الصبغيه عن طريق الجرافت دي، عن طريق الرقعه، اللي انا مش رقعه كامله بقى، ده جرافت زي اللي بيحصل في الحروق مثلا، في علاج الحروق. بس الجرافتس والرقعه في الحروق مساحات كبيره. لا، انا بقصد انا هنا يعني نفس التكنيك، بس بنقله بحاجه اسمها بانش بمقاسات معينه جدا. بنقل من الجزء السليم، انقله للجزء المصاب. طب في حاجه تانية، في حاجه اسمها نقل الخلايا الصبغيه، سواء كانت الخلايا الصبغيه المزروعه او غير المزروعه. دي بقى لها تقنيات مختلفه وتحضير بالنسبه للمريض، ان انا ده بينفع في المساحات الكبيره بعيد عن الاطراف. طيب السؤال. لا حياتك كمل، لانه انا هسال بعد كده. تمام. بتنفع في المساحات الكبيره بعيد، بس اهم حاجه عن الاطراف. بنقل، باخد جزء شيت من الطبقه السطحيه من الجلد اللي احنا بنسميها طبقه الادمه اللي فوق، بعيده عن الطبقه اللي تحت اللي فيها الخلايا الصبغيه نفسها، وببدا اتعامل معاها بمواد معينه ونحطها جوه حضانه، تبدا هنا احولها لفلويد،
يعني زي حاجه سايله كده، وبعد كده المكان المصاب ببدا اعمل عليه ممكن حاجه اسمها ديرما بريجن او فراكشنال ليزر او وابدا بعدين احط عليه الطبق اللي انا حضرتها. ده طريقه فعاله وكويسه جدا وبتجيب نتيجه تقريبا الحمد لله يعني بنسبه ممكن نقول بدايه من 80 لحد 100% في معظم الحالات. طيب اولا يعني احنا البهاء يعني كنا لغايه فتره قريبه جدا ما عندناش يعني اويرنس علاجات لا مش بس وعي، احنا اكيد كلنا لا هو البهاء في مشكله في الاويرنس كبيره دايما. الكلمه دي بسمعها قوي، الناس تسمعني بتكلم عن علاج البهاء اول كلمه يقولوها هو في علاج للبهاء. ما هو ده اللي علاج للبهاء هو بيخف. هو ده اللي بقصده، انه احنا كلنا كنا متخيلين ان البهاء ما بيخفش. تمام. يعني مشكله من المشاكل القويه جدا اللي بتسيب اثر نفسي كبير جدا عند المريض، ولكن هي ما لهاش علاجات فعاله. ولكن الكلام اللي احنا بنسمعه النهارده ده كلام يعني عظيم. احنا بنفتح افاق جديده والحمد لله، احنا معانا يعني يعتبر اول مركز لسه في الشرق الاوسط بنعمله اللي جراحات البهاء، يعني جراحات البهاء وجراحات الجلد نفسها سواء كان البهاء او امراض الجلديه الثانيه. فدي طفره، تعتبر طفره بالنسبه لنا. وبنبدا طيب. كمان مش ان احنا نستقل بذاتنا، بنعمل كمان تدريب للاطباء الصغيرين عشان يتعلموا التكنيكات او الحاجات الجديده دي بالنسبه لهم، لانها تعتبر صعبه الى حد ما ومش متوفر تعليمها في اي مكان. طب يمكن يا دكتور احنا بدانا كلامنا بعلاج البهاء ولكن ما اتكلمناش اصلا هو البهاء بيحصل نتيجه ايه؟ يعني احنا قلنا ايه اللي بيحصل في الجلد؟ الخلايا الصبغيه احنا قلنا ان هو مرض مناعي تمام عن طريق اجسام مضاده بتهاجم الخلايا الصبغيه. ايه السبب؟ مش معروف. طيب ليه علاقه بالوراثه ولا ملوش علاقه؟ اي مرض موجود مزمن بيقعد فتره طويله معانا له علاقه وراثيه. طيب دكتور انا عايزه يعني اتكلم على بدايه ظهور البهاء عند الشخص او المريض، لانه كتير من الناس بتبتدي تظهر عند ولادهم بقع كده ممكن تكون لونها فاتح عن لون الجلد العادي وما يبقوش فاهمين، يا اما يبقوا متخوفين بزياده او ان دي بهاء او يطنشوا. يعني هل دي بهاء؟ هل دي انيميا؟ هل دي بقع؟ تخص ايه بالظبط؟ ما بيبقوش عارفين. في ناس بتجري ورا القصه عشان التشخيص السليم، وفي ناس ايه بتهمل وممكن تكون دي بدايات بهاء حقيقيه. لا هو البهاء يعني سهل جدا في التشخيص بتاعه، لكن ممكن في بداياته يكون خادع في التشخيص. في امراض جلديه تانية بتكون شبيهه للبهاء قريبه الى حد ما منها. حضرتك قلتي الانيميا هنفصلها اكتر، فعندنا حاجه اسمها وحمه الانيميا، يعني وحمه جلديه كده بيكون بقع بيضه بهته، دي بتكون نتيجه نقص دم يعني نقص تغذيه دمويه للمكان ده، ودايما بتحصل مع الاطفال وتحصل جدا مع الاطفال. في وحمه اسمها نقص التصبغ، يعني المكان ده اتنسى من الصبغه، فدي بتكون برضو اكتر مع الاطفال، ودي ساعات بتاخد مساحات من مجرد حاجه صغيره جدا دايره صغيره لمساحه كبيره من الجسم، وساعات تاخد هاف اوف ذا بودي يعني تاخده بالطول، او تاخد لمب يعني تاخد الرجل كامله او الايد كامله او البطن كامله او الصدر كامل. وهنا بتلخبط الاول ام ساعه ما تشوفها مع الطفل تجري على الدكتور او تقول بقى ايه الولد عنده بهاء او البنت عندها بهاء. لكن هنا بقى الدكتور هو التشخيص هو اللي بيحكم، كلينيكال اللي بيشوف بعينيه. وعندنا حاجه اسمها جهاز الوودز لايت، ده لايت معين كده بلو بنضلم الاوضه جدا وبنبدا نبص على البقع البيضه دي، تقدر تفرق لنا بين البهاء والامراض الجلديه الثانيه اللي فيها نقص تصبغ. يعني بمنتهى السهوله الموضوع مش صعب خالص. يعني نقص التصبغ ممكن يحصل عادي في امراض طبيعية. او في حاجه اسمها انه خلل بيضه وبتحصل جدا في الاطفال وفي الكبار، يعني ممكن تحصل في الاثنين. وساعات تبقى فينت قوي لدرجه ان حد ممكن يشك ان الطفل ده عنده بهاء، وده عباره عن نوع بسيط قوي من الاكزيما الجلديه، يعني بنسميها اكزيما جلديه بس النوع خفيف. بتظهر على الدوائر بيضه كده وبتظهر دايما مع الاطفال، وفي حتى بعض الناس بتعزيها لوجود ممكن الدوده الدبوسيه عند الاطفال وبعض وجود بعض الطفيليات. طيب هل البهاء كمان ظهوره ليه علاقه او انتشاره او زياده مساحته يعني جوه الجسم ليه علاقه بالحاله النفسيه؟ طبعا الحاله النفسيه مهمه جدا، لان لو ما قدرتش اعمل كنترول على الحاله النفسيه المريض هيزيد معاه نشاط البهاء ويبدا ينتشر. مجرد بقعه واحده البقعه تكبر او تنتشر في اماكن ثانيه. والبهاء زي ما هو بينتشر كمان في اماكن حاجه اسمها اماكن صعوبه الاستجابه، يعني لو وصل الاماكن دي انا ببقى عارف ان المريض هياخد وقت طويل معايا جدا في الاستجابه. طب ليه بياخد وقت طويل في الاستجابه؟ دايما بنقول المثل ان انا اهد بيت اسهل من ان انا ابنيه، يعني انا ممكن اهد البيت في يوم، فشلت الصبغه بتاعت الجلد في ساعه واحده بس، لكن عشان ابني الصبغه محتاج وقت طويل جدا.
وكمان بيعتمد على حاجة اسمها مخزون الميلانين اللي موجود في الايه في الجلد. طيب دكتور، لو المساحات اللي اختفى منها اللون هي المساحات الأكبر في الجسم، هنا أنا بتعامل إزاي؟ هل هبني اللون ولا أشيل اللون؟ ولا أشيل اللون؟ هنا بقى بنرجع لرغبة الشخص نفسه، وفي هنا كريتيريا كمان لازم أتابعها في الموضوع ده. يعني أكتر من 90% من بقى مساحة الجسم نفسه مجرد بقع باقية من اللون الطبيعي في الوجه. على فكرة بيجي لنا ناس تشتكي، يعني كان عندهم بقع ونسيوا، لدرجة ان هي السيدة جاية تشتكي ان عندها بقع دكنة بالوجه. يعني شايف عليك، هي كان عندها بهاء في كل جسمها لانه متداري فمش واخدة بالها، وهنا بتحط الطرحة فمجرد بقع دكنة بالوجه. فلما بنيجي نكشف لا ده بهاء، ما هو بيكون مدة طويلة جدا، ممكن عندها هي طفلة. هنا بقى بنرجع لنشاط البهاء. كل يوم ممكن تنسى، ممكن ننسى. في ناس زي ما حضرتك قلتي بهاء مش هتعالج، فنسيت ان عندها بهاء اصلا، واللون انتشر في الجسم بقى لونها ابيض، يعني لون بشرتها بقى فاتح. فيبقى عندها بقع هنا من اللون الاصلي بتاعها. هنا طالما يعني ما فيش، حضرتك بتقصد ان هي الصبغه تقريبا اختفت تماما، ولكن دواير خفيفه بس الصغيره هي اللي جدا موجود فيها اللون الطبيعي. فهنا بقى بنرجع، لو ما فيش نشاط في البهاء نفسه، يعني ما فيش انتشار لفترات طويله جدا والدنيا ثابته، وبندي حاجه اسمها بتشيل اللون من الجلد، مواد معينه بتركيبه بنسب معينه واحتياطات خاصه قوي، ولازم الشخص بعد كده هيمشي على وقي شمس طول عمره، لان الخلايا الصبغيه هي البروتكشن من اشعه الشمس، لان اشعه الشمس على المدى الطويل بتعمل مشاكل ضاره جدا على الجلد. بالمناسبه دي كانت في حاله ريبورتد ان هو كان عنده بهاء منتشر باكثر من 95% من جسمه، وكل الاطباء عرضوا عليه ان هم يشيلوا اللون المتبقي وهو رفض تماما. بعد 5 سنين تقريبا جسمه رجع تصبغ بالكامل بدون اي علاج. معقوله يا دكتور؟ مجرد ان هو نسي وحالته النفسيه استقرت ونسي البهاء خالص، جسمه رجع طبيعي تاني. يعني دي حاله، يعني دي حاله منشوره علميه عندنا كده. فهنا احنا بناكد العامل النفسي ليه علاقه بشكل يعني كبير جدا بالعامل النفسي. العامل النفسي مهم جدا، لان من ضمن الثيوريز او الحاجات اللي بتقول في حدوث البهاء نفسه ان في عندي مشكله يعني في الاعصاب. طب الاعصاب ذات نفسها في النيرفز او النيورونز اللي بتغذي الجلد نفسه، فبتاثر على الميلانوسايتس الخلايا الصبغيه، لان منشاهم واحد. الخلايا الصبغيه مع الاعصاب بيطلعوا من مكان واحد من المخ. طيب انا مره كنت بتفرج على فيديو كده، حد بيشرح طريقه معينه في حقن ماده معينه ملونه بتلون الجزء اللي فقد الصبغه. انا بالنسبه لي الكلام ده حسيت ان هو كلام يعني، لا هو انا بحذر الناس من الموضوع ده، يعني أنا مش مجرد بقى كلام، انا بحذر. انا بتكلم وبسال السؤال ده عشان انا مستنيه حضرتك تحذر الناس من الكلام. يعني احنا اللي بنشوف المشكله، لان احنا لو هي على قد مجرد ان هو عمل صبغه في غريبه في الجلد، لا احنا شفنا مشاكل اصعب بكتير. يعني الجسم ساعات تعامل مع اللون المحقون كجسم غريب وحصل رياكشنز صعبه جدا. احنا عشان نشيلها مشكله اكبر، يعني المريض يقول لك يا ريتني كان فضل عندي البهاء اكتر من اللي انا عملته في نفسي، لان بعض الحاجات دي ممكن تقلب الجلد خلايا سرطانيه بعد كده في بعض الاحيان. فانا مش عايز اقول لك ان في ناس بتحقن ماده الحديد نفسها. خبر. تمام، يعني ماده الحديد بيحقنوا ماده الحديد عشان يصبغوا الجلد لونه اسود، يعني يسمر المكان. طب يعني اللي بيخلي الشخص يلجا لكده ان هو فقد الامل او ما دورش على العلاج الصح او ياس أو ما عندوش صبر او متضايق من التنمر اللي بيتعرض ليه. طبعا لا 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 طبعا، يعني انا في اطفال بيقولي كتير جدا في سن مدارس ما بيروحوش المدارس. صحيح. بسبب حاجتين، سبب الثعلبه اللي منتشره بكل الراس، وبسبب كمان البهاء لو هو ظاهر في الوجه او في اماكن ظاهره من الجسم. الاطفال ما بتروحش لان في عدم وعي، وفي كمان عدم وعي بالنسبه للبهاء والثعلبه معديين ولا لا. ده كتير جدا ممكن يعني كتير الشخص جدا من الاهالي بيتخيلوا انه لو في طفل في الفصل عنده بهاء او عنده ثعلبه هيعدي. جالنا الشكوى دي بنتي مدير المدرسه بيكلمنا لازم تجيبي لي تقرير مكتوب ان المرض غير معدي، لان في اولياء امور رافضين ولادهم وتواجدهم في الفصل بسبب ان في حد عنده بهاء او ثعلبه. طب ده جزء من دورنا برضو اللي بنحاول نعمله النهارده، يعني ان احنا نوعي الناس انه يا جماعه ما في البهاء لا صدفيه معدي ولا البهاء ولا الثعلبه، معظم الامراض الجلديه المزمنه غير معديه. طيب
عايزك نقل شوية يا دكتور للجزء الخاص بالشعر، لأنه هو اللي عليه يمكن كلام كتير قوي الفترة دي، وأسئلة الناس يعني كتير قوي تخص الشعر. تمام. شعري بيقع بشكل قوي جدا، شعري ما بيطولش، شعري بيقصف، شعري بدأ يفضى من قدام، يعني بنلاقي كده في شكوى كتير، شكوى كتير جدا. الشعر ده ايه قصته يا دكتور بعد الكورونا؟ احنا بعد الكورونا، بعد الكورونا مشكله كبيره، بعد عشان يعني الشعر بعد الكورونا حصل له مشاكل كتير. يعني الملحوظ بعد الكورونا في الفتره اللي فاتت دي ان احنا عندنا حصل تغيير في الجهاز المناعي لناس كتيره جدا. حتى عندنا في بعض الامراض الجلديه حتى الاجراءات التجميليه اللي المفروض ما بيحصلش معاها مشاكل بدا يحصل مشاكل، زي حقن البوتوكس والفيلرز. نسبه الرياكشنز بعد البوتوكس اكتر، الفيلر اللي ما بيحصلش معاه رياكشن بقى بيحصل. في حاجات كتير حصلت. يمكن انا كنت عملت محاضره. ايه الرياكشن اللي بيحصل؟ يعني غالبا ان الفيلر كماده مثلا ده بولي ساكرايت سكر، المفروض ان هو غير بروتين فغير تفاعلي، يعني الجسم ما يديش رياكشن معاه. لاحظنا في حالات، وكانت في بيبرز نشرناها بخصوص الموضوع ده، ان الحاله تشتكي بعد الفيلر في الاسبوع ان يحصل تورم بكامل الوجه زي الارتكاريا والانجيوديما، يعني ورم في الوجه مع الانتفاخ في العيون والشفايف. وده ما بيحصلش مع الفيلر غالبا الا لو كان الفيلر مش كويس. طب احنا عارفين احنا حقنين ايه بالظبط، وماده كويسه ومضمونه وامنه. بيحصل معاها رياكشن. بنطلب التحاليل الكوفيد، كان بيطلع فعلا في كوفيد. وفي حاله انا ما انساهاش خالص، كلمتني قلت لها اعملي التحاليل، عملت وتاني يوم كلمتني انا محجوزه في المستشفى لان تعبت اكتر. يعني انا اللي وجهتها. وبعدين هي فعلا كانت تعبت بعدها اكتر واتحجزت بسبب الكوفيد ده. كانت هو الفيلر احيانا يعمل تليفات في الجلد؟ الفيلر لا، مشاكله كتير بقى، ده احنا هنفرد له حلقه مخصوص بقى. يعني له مشاكل كتير، لو اتحقن بايد غير كفء، اتحقن ماده غير مضمونه في مكان غير مضمون، بايد غير مضمونه، ده مشاكل يعني ممكن تعمل مصايب كبيره جدا. احنا لازم نعمل حلقه فعلا نتكلم فيها مشاكل على القصه مشاكل دي. مشاكل الاجراءات التجميليه دي عايزه حلقتين، لانه واحدة. انا بقيت الاحظ ان كتير جدا من الناس اخصائيين التجميل مثلا ما لهمش علاقه بالطب خالص، كلمه اخصائيين التجميل بقوم شغالين او بقوم بيعملوا حقن فيلر، فيلر وبوتوكس واجراءات تجميليه وكل حاجه. لا ما انا بقول لحضرتك ده احنا محتاجين حلقتين عشان نقول الموضوع ده. نرجع بقى لموضوع الكورونا. اتغيرنا جدا. طب مشاكل الشعر احنا هنقسمها لجزئيتين كبار. ايه اللي حصل بقى في شعرنا بعد الكورونا؟ لجزئيتين كبار. هو بص حضرتك، الكورونا ما طلعتش مشاكل او عيوب اكتر ما ان هي اظهرت العيوب. بمعنى ان انا يعني انا عندي عيب من الاول بس عندي عيب مش ظاهر، هي الكوفيد اظهرته عندي. طلعته زي ايه بقى يا رب؟ زي احنا عندنا تساقط الشعر، هما النوعين الهيد الكبار، تساقط الشعر او الوراثي والتفاعلي. التفاعلي اسبابه كتيره جدا، بدايه من الضعف، نقص الفيتامينات، الامراض الجهازيه زي الغده الدرقيه، زي السكر، زي تساقط الشعر. الوراثي مرتبط بالهرمونات وان الشعرة بترفع لحد ما بتقع. الحلول كتيره جدا. ده اولا رقم واحد في الحل هو التشخيص الصح، لان ساعات التساقط الوراثي عندنا امراض جلديه تانية بيكون معاها زي ما قلتي ان خط الشعر بيرجع لورا. من رحمه ربنا بالسيدات ان الصلع الوراثي او التساقط الوراثي لا يصيب خط الشعر الامامي في السيدات. يعني يفضل محافظ عليه.